غير انهم كانوا بيزوروهم بشكل اكيد مستمر طول كان السنه وهم مستمر. في دبي، لكن الاحساس بقى لما تبقي في وسطهم طول الوقت اي حد تحتاجيه بيبقى موجود. ولا انت طبعا. عودتي نفسك ان لا خلاص والله، السفره دي؟ لا هم على طول مش احنا بنتكلم على بيت عيله يعني، الموضوع ما بيبقاش ايوه بس فعلا. اسره لا صغيره، لا واخواتي عيله. كمان على طول بيتابعوني، وانا كنت باخد الاولاد على طول. وقت الاجازه كنت باخد الاجازه كلها عند اهلي، فاقلبنا خلاص. يعني يعني انا كنت بنزل اجازه سنة، يعني ناخد الاجازه شهرين ثلاثه بقعدهم هناك. هو بنيجي الشهر الواحد اللي بينزلوا ويقعدوا معانا ويحاولين اهله واهلي وكده، واكمل انا اجازتي وارجع. فكنت مأقلمة نفسي على كده، حتى في معودة نفسي كل اسبوع باخد ولادي واروح لامي وكده. وآية شطرنج هتعلمي ولادك كمان شطرنج؟ حاسه انه فعلا بيفرق كتير في ان الواحد ايوه يستوعب طبعا بشكل احسن، اكيد، بينمي الفكرة والتفكير والتركيز يعني. وممكن تخليه يدخل بطولات ولادك يعني ان شاء الله مستقبل ان شاء قريب الله يبقى ولادك بتخليهم شطرنج، بتعلميهم يدخلوا مسابقات عندك. اكيد ان شاء الله. يعني هي بصراحة حاجة ممتعة جدا، وبنتمنى ان الناس كلها يعني العائلات كلها تبقى عندها حاجة كده بتخليهم كلهم يرتبطوا ببعض، لان عادة في هوايات تانية. هل الولاد عندهم هوايات تانية بتتابعوهم في حاجات تانية، ولا هو بس شطرنج محمد والمذاكرة؟ كان سباحة تقريبا. محمد ده بيحب السباحة. سباحة شوية. كويس. ده وايه بقى تاني؟ شطرنج وهوايات بقى ألعاب الكمبيوتر برضو والحاجات دي كويس. لا غنى عنها برضو. وآلاء نفس الكلام الألعاب اكيد. لكن لما يجي بقى بابا البيت بتسيبوا كل حاجة في ايديكم وتقعدوا معاه، ولا برضو اكيد ممكن كل واحد يبقى مش فاضي اكيد، شوية يعني لانه ما بيجيش غير على بالليل. فلازم تسيبوا كل حاجة وتبقوا مبسوطين انكم قاعدين معاه؟ اكيد. كويس. عايزين نتكلم بقى على مستقبل، يعني التخطيط للمستقبل ده كمان مهم جدا، وحضرتك طبعا واضح ان كل حاجة مترتبة عندك، ممكن تحصل احداث تعمل نوع من التغيير لكن الاساس موجود. حضرتك مخطط لإيه على مستواك، مستوى طبيب وعلى مستوى كمان الشطرنج؟ طيب خلينا، طب طبعا اتمنى يكون في تطوير اكتر حضرتك بتتابع المستشفيات الجديد؟ لأن الحياة الخاصة. الطب دلوقتي بقى عايز طول الوقت لا مذاكرة طبعا وعايز الواحد متابعة. بيتابع، وكمان بنتابع حتى عشان نطور تقديم الخدمة في المستشفيات الخاصة، كويس. لان انا مسؤول عن الادارة ايوه بتاع المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة، ونطور الخدمة فيها بحيث ايه يبقى منظومة الصحة للمستشفيات الحكومية مع المستشفيات الخاصة يبقى في تطوير في الجانبين، عشان نقدم خدمة افضل للمواطن المصري من الناحية الصحية، ويبقى في تغطية صحية شاملة للموضوع. كويس. بالنسبة للشطرنج حضرتك، الحمد لله عندنا أفكار كتيرة، مشروع الشطرنج في مدارس دوت، ومشروع الشطرنج في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية. نتمنى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب يكون متابعنا ويعجل بالموضوع، لأن الموضوع فعلا بقى له 6 7 شهور بيدرس، وأعتقد إن هو قتل هل بحثا. هيبقى ممكن تعرضوه كمان على المدارس الخاصة يعني، ما يبقاش احنا بس هنبدأ مدارس الأول، حكومة، مدارس كان خاصة؟ المشروع حضرتك يبدأ ب10 محافظات، ونستهدف حوالي 100 مدرسه في الاول، كويس. بواقع 10، ناخد 10 محافظات ونبدا بالمدن الرئيسيه، ونبدا 10 مدارس في كل محافظه، يعني كويس. نستهدف حوالي 100 مدرسه، كل مدرسه فيها 20 طالب حد ادنى، يعني نبدا بحوالي 2000 طالب. ده كان المشروع. المشروع بقى له حوالي 6 7 شهور بيدرس، فعلا اخذ وقت كتير. اتمنى ان وزاره الشباب والرياضه تعجل بيه بحيث نلحق موسم الدراسه اللي جاي، نبدا بشهر 10 نبدا موسم الدراسه اللي جاي ان شاء الله. تحصلش معوقات تحسس حضرتك انك زهقان يائس يجي لك احباط؟ هو شوف هقول لحضرتك، طبعا بلا شك اكيد في بعض المواقع، يعني المشروع الوزير خالد عبد العزيز مرحب بيه جدا ومقتنع بيه جدا، سواء المدارس او المراكز الشباب، لكن لما يقعد يبحث حوالي 6 7 شهور وياخد يدخل بقى في دوائر من الروتين والدراسه واعاد دراسه وامضاءات ويدرس مره اخرى، ده معوق. بيضيع وقت، ان بيضيع مننا وقت ما بنلحقش نستفيد بتجربه 70 دوله سبقونا فيها وحصل عندهم تطوير في، وطلعت اجيال يعني مثقفه ودارسه وتم اعدادها بشكل علمي، في تطوير عندهم في التعليم، احنا عندنا مشكله في التعليم. فعندنا تخلي الشطرنج المدارس هيطور لنا التعليم، هيطور لنا الاشخاص، ونربي اجيال ونعدهم بشكل صح، وفي نفس الوقت نعمل ابطال في الرياضه. يعني بنشتغل على 3 محاور نعمل فيها انجازات، وده بيطور البلد، ودي الحمد لله ده اللي ماشي دلوقتي في البلد. بنعمل ان مصر الفتره الجايه تكون احسن، الشطرنج هيساعد. كويس. الوزير خالد عبد العزيز متحمس وفاهم ومرحب جدا ووافق، بس الموضوع بقى له 7 8 شهور كتير متاخر، شايف ان هو ده روتين كتير بياخد وقت كتير. الحاجه الثانيه الاهم لانه يعني كمان برضو لازم يبقى ليه منهجيه، والمنهجيه تدرس انه ازاي يعني، حتى اللي هيبقوا قائمين عليه لازم يبقوا فاهمينه كويس قوي، مش بالفعل اي حد. في نفس الاتجاه برضو ان احنا نعمل زي اكاديميه او مركز للتعليم، غير ان احنا ندخل في المدارس وغير في مراكز الشباب، حلو احنا ده، كاتحاد جميل. الشطرنج نعمل زي مركز اكاديمي كده نسميه اكاديميه الاتحاد المصري للشطرنج، ونعلم بقى الناس اللي هم راغبين اللي هم بره في اوقات الاجازات الصيفيه، او حتى بعد نهايه مواعيد المدارس يبقى في مدربين في اكاديميات تعلم الولاد والبنات
الراغبين طبعا في وفي هيبقى في اقبال جدا انا متوقع لان حاليا دلوقتي في اقبال على المدربين بشكل خاص. لما عملنا اكاديميه انا اتشرفت من حوالي شهر بمقابله المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء وعرضت عليه الفكره دي. كويس قوي. قلت له انا عندي تصور ان لو حضرتك خصصت لنا قطعه ارض في 6 اكتوبر او في المناطق الجديده قلت له انا هتولى ابنيها ببلاش، مش هكلف الدوله جنيه واحد. كويس قوي. لكن هو فهم اهميه الرياضه لان للاسف احنا مش عارفين. المهندس ابراهيم محلب رحب جدا بالفكره. كويس جدا. الكلام ده كان حضرتك من شهرين بالظبط، كان في 7/5، دلوقتي بقى لنا شهرين شهر ونص. المهندس ابراهيم محلب رحب جدا، قلت له انا عايز بس تخصص لي ارض 700 متر في 6 اكتوبر مثلا او اي مكان من المجتمعات العمريه الجديده. كويس. وانا هتولى تمويلها بالكامل. هخصص 3 أو 4 ادوار للشطرنج، صاله للعب، مراكز للتدريب، اكاديميه للتعليم، غير مقر الاتحاد المصري وكمان مقر الاتحاد الافرو اسيوي كمان مقره هنا في مصر. كويس قوي. فالمهندس ابراهيم محلب رحب جدا وحول الموضوع لوزاره الشباب والرياضه. المهندس برضو خالد عبد العزيز مرحب جدا، تحول لوزاره الاسكان وبقى لنا 2 أو 3 شهور دلوقتي في مداولات وجوابات راحه وجوابات جايه. انا بقول ادي المعوقات الروتين اللي حصل. يعني رئيس الوزراء مرحب، وزير الشباب والرياضه مرحب، وبقى لنا لازمه بقى لنا 3 شهور بقى ايوه في دراسات بقى انا قلت مش انا عايز ارض فاضيه وانا هتولى مش هكلف الدوله جنيه واحد. وقلت للمهندس خالد مش هيوفر مش هوفر يعني مش هكلف وزاره الشباب والرياضه ولا هكلف مجلس ولا الحكومه جنيه واحد. انا هجيب ناس يبنوا المكان مقابل ان انا هاخد 3 أدوار جاهزه وبعض المكاتب ناجرها لمده 10 سنين 15 سنه مقابل ان حد مستثمر هيطور لي المشروع دوت ويبني لي البرج كده وانا اخد منه 4 أدوار للشطرنج، صالات تدريب وصالات المسابقات من غير ما اكلف الدوله جنيه واحد. ومقابل كده المستثمر هيعوض ان يبقى فيه 3 أو 4 أدوار يبقى مكاتب للشركات. ممتاز. وممكن نجيب شركات عالميه تبقى سبونسر للاتحاد او تبقى راعيه لانشطه ومسابقات الاتحاد. اتمنى برضو المشروع ده هيعمل نقله كبيره كمان. لو دبي كانت الرياضه دي برضو واخده مركز بالفعل الرياضه في الامارات بشكل تحديد. حكومه الامارات مهتميه جدا بالشطرنج. كل اماره في 7 إمارات في الامارات كل اماره فيها نادي شطرنج فقط للشطرنج. مبنى كبير محترم في صالات تدريب بس للشطرنج. كويس قوي. في كل مدينه من 7 مدربين متخصصين ومدربين وابطال وبطولات. كويس. شيء رائع. فانا نفسي انقل تجربه زي كده. وقلت للمهندس ابراهيم محلب انا مش هكلف الدوله حاجه بس انا عايز الارض. والراجل رحب جدا واشر على الطلب بس. الموضوع بقى له 3 شهور بقول لحضرتك برضو مشكله الروتين نعمل برضو ان يكون المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء او المهندس خالد سمعنا ونعمل ان يتم انجاز إن شاء الله. الفكره انها فكره ممتازه. مدام منى يعني عايزين كمان نسالك على مدينه بنها. يعني انا عارفه انكم من بنها وبنها انا ما بعتبرهاش حياه منفصله عن القاهره متين. انا بعتبرها يعني في حتت في القاهره ابعد بكتير من ان الواحد يروح بنها. اللي بيميز بنها عن اي مدينه تانية في مصر ايه؟ الزحام. مزدحمه زيها زي القاهره؟ بنها ما فيش زحام زي القاهره. بتبقى مزدحمه. هي دي بقى الاختلاف. والناس تعرف بعضها هناك. سهل تعرفي بعضك هناك لان برضو بنها مش كبيره زي القاهره. فدي ممكن تتعرفي على طول. كويس قوي. هي بس الزحام الاماكن الترفيه بقى اللي بتختلف. عارفه في مدن كده بتحسي انها مشهوره بحاجات. يعني هل الشطرنج من الحاجات اللي بنها مشهوره فيها بما انكم كعيله كبيره؟ نوادي فيها وفيها نوادي كبيره اللي لعبوا فيها شطرنج وكله. حتى لو القهاوي نفسها اللي عندنا بتلعب على طول الشطرنجات محطوطه. عشان كده انا كنت دايما بسال. يعني انا لو في جيتار في البيت ممكن تلاقي الولاد متحمسين. لكن وكان زمان كل بيت كان بيبقى فيه الشطرنج على ما اعتقد. يعني احنا بيتنا كان فيه. لكن انا للاسف شديد بيتي انا مع اولادي ما فكرتش اجيب اللعبه دي. لكن عايزين نقول انها يعني نصيحه من حضرتك بقى للمشاهدين انه لازم كل بيت يجيبها. تتضح انها من الاهميه انها تبقى موجوده عشان ولادنا يطوروا ومراكز مخهم تشتغل بشكل مختلف. انا مع حضرتك تماما وبستغل الفرصه دي وبوجه نداء لكل اسره مصريه ان الشطرنج لعبه مش مكلفه. الشطرنج يعني قيمته 20 جنيه او 30 جنيه مش مكلف. مش كلعبه كرياضه مش مكلفه في البيت. يبقى في شطرنج في البيت هيدرب الولاد والبنات هيفيدهم في ثلاث حاجات زي ما قلنا. اول حاجه مستوى الشخصي يكون شخصيتهم يعودهم على التخطيط الصبر التركيز القدره على اتخاذ قرار والتفكير وتحمل مسؤوليه اتخاذ قرار. فبنبني الشخصيه دي اول حاجه. الشق الثاني هيطور التعليم
هيزود استيعابهم للمواد العلميه والحسابيه والفيزياء. حاجه ثالثه، ممكن حد فيه موهبه يبقى بطل العرب، بطل مصر، بطل افريقيا، بطل العالم في الشطرنج وبسهوله. الموضوع مش مجرد الشطرنج في البيت، رقعه صغيره وقطع شطرنج بس هو موهبه برضه دكتور. يعني زي ما بنقول اي ماده علميه، في ناس بتتميز في الكيمياء، في ناس بتتميز في الفيزياء، في ناس تحب التاريخ اكتر. اكيد الشطرنج هيبقى فيه ناس مميزه قوي وفي ناس بس يعني المهم يبقى فيه ممارسه. الشطرنج محتاج ممارسه، يعني حتى اللي ضعيف فيه ده هيخليه افضل. اولا هينمي قدراته الشخصية، 30% هينمي قدراتهم الشخصية ويعودهم على التركيز ويكون شخصيتهم بشكل إيجابي، صح؟ تاني حاجة يساعدهم في التعليم ويطور تعليمهم. لو حد بقى عنده قدرات خاصة ويتطور ويبقى بطل عرب، دي حاجة تانية كويسة على الأقل. بس مجرد ممارستها في البيت، زيك أنا بناشد كل أسرة مصرية يجيبوا الشطرنج، بس يحط الشطرنج في البيت. في مدارس معتبرها مادة أساسية، يعني مش بس مادة إضافية. 70 دولة مسؤولة عن الشطرنج موجود في مدارس. أيوة كويس. ومنهم 30 دولة مادة أساسية بيمتحنوا في آخر السنة فيها درجات. وفي دول كتيرة عارفة معنى الشطرنج والفوائد اللي بيعملها، وذلك مهتمين بيها. حتى رؤساء الدول ورؤساء الحكومات بنفسهم بيشرفوا على مشروعات الشطرنج في المدارس في دول زي أرمينيا، في روسيا، في أوروبا، في بعض الولايات في أمريكا. الشطرنج مادة أساسية في المدارس. أنا بشكركم شكرا جزيلا، وأنا سعيدة بيكم جدا جدا. الواحد أكنه قاعد مع عيلته ومش قاعد مع ناس يعني بيشوفهم لأول مرة النهاردة، لكن أنا سعيدة بيكم وسعيدة بيك يا دكتور جدا، وسعيدة بشغلك يعني حضرتك شخصية نفخر كلنا بيها. بشكر حضرتك جدا على اللقاء، ولقاء ممتاز جدا. بشكر حضرتك نورتنا وأسعدتنا. يعني إن شاء الله نشوفكم قريب تاني. ثانوية عامة بقى لي صيدلة، تخشي صيدلة إن شاء الله بإذن الله، وتحققي كل أحلامك. محمد كمان وآلاء واشكركم، واشوفكم ان شاء الله كمان قريب، وبرده في انجازات كده مع بابا كمان ان شاء الله باذن الله. واشكركم شكرا جزيلا، اشوفكم الحلقه الجايه. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، واكيد بيت العيله منتظركم.